الضيوف لنحكيو عن نجم ساحلي وتعيين لإدارة فني جديد بقيادة محمد المكاشفي موجود معنا بالتليفون. كوتش أهلا بيك. مرحبا بيك سلام ومرحبا بكل المستمعين. باهي أول سؤال تقريبا حتى نفسه سألته لك في الأوف باش نعاوده لك كوتش. قبل تقريبا نهارين ولا ثلاثة أيام كنت معنا في التليفون ونحكيو على أساس ماشي للسعودية. شنو تبدل؟ صحيح والله اسلام كنت نورمالمون البارح معناتها نسافر للفريق نادي العين الفريق السعودي بما اني جددت معاهم العقد. صحيح معناتها بصراحه ما صححتش الكونترا نتاعي لكن معناتها كان كونترا موغال مع المسؤولين في نادي العين وبصراحه بالمناسبه هذه اسلام نحب نشكرهم برشا على تفهمهم على الوضعيه وكانوا متبعين معناتها كل شيء بالتدقيق معناتها الوضعيه نتاعي في النجم الساحلي وبصراحه نحب نشكرهم برشا خاطر بصراحه الوضعيه صعيبة تفقوا معايا في تقريبا في كل شيء بدينا ننتدبوا في اللاعبين مع بعضنا ما لورزمون معناتها ما مشيت لهمش وما سافرت لهمش ولورزمون زادا بقيت في فريقي هذا نداء الواجب بصراحة معناتها ما تنجمش اليوم فريقي النجم الساحلي فيها مثل حاجة للناس الكل والناس الكل تعرف اللي الوضعية الصعيبة اللي قاعد يمر بها الفريق نتاعنا على جميع المستويات وخاصة على المستوى المادي، اليوم ما نتصورش فما واحد من أبناء النادي معناتها باش يبخل على الفريق هذا وشفت اليوم أنا بدي معناتها ما نجمش يكون سي عثمان جنيح رئيس وسي حامد كمون معاه وزياد الجزيري معاهم ويطلبوا مني باش نبقى ونخليهم ونمشي، معناتها بصراحة مستحيلات السبعة والحمد لله بشرنا العمل نتاعنا من البارح وإن شاء الله ربي يوفقنا خويا. إن شاء الله بالتوفيق أكيد، وقتها كان فما جلسة نبض من الإتوال. والله عنده مده هو تقريبا الوضعيه هذه اسلام كانت موجوده في الموسم الفارط في بدايه الموسم الفارط بالضبط لكن الموسم الفارط تختلف شويه الامور بما اني صححت العقد نتاعي مع وكنت موجود في السعوديه وقتها وبديت الخدمه نتاعي مع نادي العين على عكس الموسم هذا ما زلت موجود في سوسه بعدين معناتها توا تقريبا اسبوعين التالي وقت اللي تعينت اللجنه التسييريه برئاسه عثمان جنيح طلبوا مني معناتها باش نزيد نصبر شويه في صورة ما جاء رئيس جديد عنده الحرية الكافية بعد الانتخابات عنده الحرية الكافية باش يختار الإطار الفني نتاعو في صورة ما باش يبقاو هما خبروني اللي معناتها باش نكون إن شاء الله على رأس فريق الإطار الفني نتاع النجم الساحلي وهذا اللي صار بما أنه الانتخابات ما تقدم حتى ترشح معناتها أن بريزيدون ما فما حتى تقديم ترشح نتاع لي بريزيدون وبقاو هما كلجنة تسييرية كما قلت لك سي عثمان رئيس وسي حامد كمون نائب رئيس والاتفاق هذاك هو اللي صار معناتها من الاول كانت مطروحة الحكاية هذه وبقينا كما قلت لك بقيت وبدينا البشرنا العمل نتاعنا على رأس الفريق نتاعنا. هو أكيد كوتش شرف لأي مدرب مش درب الإتوال سواء ولد الإتوال ولا حتى مش ولد الإتوال لكن نحب نسألك في الظروف هذيا الناس الكل تعرف ظروف صعيبة تحطيت نجم نقولوا في فم مدفع والا فرصه تستنى فيها عندك برشا. شوف سلام بصراحه صحيح كما قلت انت الناس الكل هذا ما يخفى على حد اللي الوضعيه صعيبه اليوم في الفريق نتاعنا على جميع المستويات بصراحه على المستوى المادي على مستوى الفني كيف كيف معناتها لاعبين تقريبا بنسبه 85 90% كلهم لاعبين شبان 17 18 19 سنه. لاعبين كيف كيف في وضعيه صعيبه بصراحه ما عندهم مده ما همش قاعدين ياخذوا في الاجور نتاعهم الموسم الفارط لكن كما قلت لك اسلام هذه واحد عائلته ما تنجمش اليوم واحد في عائلتنا مريض باش تمشي وتخليه مستحيلات السبعه صدقني معناتها ما خممت في شيء حتى في الكونترات واحنا اطار فني في سبعه سيت اونترونور لليوم حتى واحد ما حكى على كونتراتو لليوم حتى واحد ما تكلم على كونتراتو قلنا لهم احنا سي عثمان وسي حامد قلنا لهم احنا موجودين ولاد جمعيه اوبليجي باش معناتها باش يصيروا معناتها لي كونترا مي لي كونترا عطيناهم الحريه باش يعملوهم هما كيما يحبوا نعرفوا اليوم الوضعيه الماديه شنو معناها يحطوا المونتون اللي يحبوا عليه اللي يحبوا عليه هما اللي يحبوا عليه هما الوضعيه نتاع الفريق نتاعنا اليوم ما تسمحش بصراحه باش واحد يجي وباش يطلب فلوس ولا باش يتشرط ولا الكونترات وهذا يعجب ولا ما يعجبش اللي باش يحطوه هما باش نخدموا كيما قلت لك جينا باش نخدموا ليكيب نتاعنا ليكيب نتاعنا هذه كبرتنا ليكيب نتاعنا خلاتنا نخرجوا معناتها الناس تعرفنا اليوم استحقت لنا ما فماش كيما قلت لك سلام واحد دارهم امه وابوه استحقهم الله لا يقدر ورب يلطف بالامهات الكل وبالاباء الكل الام وابوه مرضى شكون باش يلقاو اول ناس باش يلقاو باش يلقاو اولادهم وهذاك اللي صار كان شفت انت اللمه نتاع الرؤساء القدامى الكل اللي نحب نحياهم صراحه اتصلوا بيا تقريبا الكلهم باش يزيدوا يدعمونا ويزيدوا ويشجعونا احنا كاولاد النادي وخذينا الفريق كيف كيف لي زونسيان جوار لي ستار نتاع الاتوال كلهم كانوا موجودين في اول حصه تدريبيه وهذوما بصراحه اشياء
ايجابيه جدا واشياء تبشر بكل خير باش الفريق نتاعنا ان شاء الله نحاولوا باش نرجعوا للمكان الطبيعي نتاعو. ان شاء الله. بالنسبه للكاش تعلم عليه فيكتيف خاصه ظل الفريق عنده صعوبات ماليه في الانتداب. صحيح، تعرف اسلام النجم الساحلي اليوم ممنوع من الانتدابات، ان شاء الله اول حاجه قاعدين نخدموا عليها مع الاداره الجديده نتاعنا هي ان شاء الله باش نحاولوا نحيوا هذا منع الانتداب هذا، لكن اليوم ما عندناش خيار بصراحه. في كيلكو بوست عندنا برشا ملاعبين، في كيلكو بوست معناتها عندك برشا اختيارات، لكن في دي بوست اخرين بصراحه ما فماش دي شوا، هذاك علاش معناتها ونسيس احنا باش في ديسمبر على الاقل ان شاء الله نوليو نجمو نعملو على الاقل نتاع 3-4 تري بون جوار، معناتها دي جوار لازمهم يكونوا افضل من اللي موجود، على خاطر بصراحه لازم 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 نقوموا بالانتدابات هذوما. لكن من هنا الغادي ان شاء الله نركحوا امورنا بالليفكتيف اللي موجود وقادرين ان شاء الله بحول الله نخرجوا منه من بون ايكيب بقدره ربي. ان شاء الله. بالنسبه للستاف باش يخدم معك تقريبا واضح، منير ابو قديد اللي موجود ديما معاك في كل وين ما تمشي، ايضا سيف غزال خيرته الابقاء عليه، هذا هو صحيح معنا منير وسيف لي دوز ادجوان، بوراوي عيسى كيف من ابناء النادي وحارس مرمى سابق في النجم الساحلي اللي هو باش يكون مدرب الحراس، وعندنا دو بريباراتور فيزيك كيف من اللي هما من ابناء النادي ودربوا برشا في النجم الساحلي، سي محمد التواتي وسي مهدي، ومعنا كيف نادر ان اونترونور ادجوان لاهي بتوسكي لي ستاتيستيك ولي فيديو نتاعنا، هذوما ستاف نتاعنا في سبعه سيت اونترونور. حددتوا لي زوبجيكتيف نتاعكم؟ والله اسلام ليزوبجيكتيف واضحين، يعني قلت لك معناتها يلزمنا ان شاء الله نكونوا فريق بالصعوبات اللي موجوده، نحاولوا باش نكونوا فريق ان شاء الله باش نرجعوا به المكان. اليوم ما عندناش ضغط كبير بصراحه، تعرف اللي النجم الساحلي اليوم ما عنده حتى مشاركه افريقيه، عندنا كان البطوله والكاس وعندنا الوقت ان شاء الله باش نخدموا باش نحضروا فريق كيما يلزم باش نرجعوا كيما قلت لك، اول حاجه نرجعوا الفريق للمكانه الطبيعيه نتاعو، ومن بعد على الاقل ان شاء الله نرجعوا للمشاركات الافريقيه، لكن المشاركات الافريقيه يلزمنا ندعموا الفريق نتاعنا بعض لاعبين اخرين كيما قلت لك، خاطر عندنا بعض المراكز بصراحه اللي اوبليغاتوارمون يلزمنا نجيبوا فيهم بعض اللاعبين. مورالمون بعد ما بديتوا ظهر البارح انتم بديتوا التمارين، كيفاش لقيت الملاعبين؟ والله اسلام بصراحه حكينا معهم والملاعبيه هما نفسهم كي شافوا معناتها، خاطر تعرف انت الوضعيه اللي كان فيها الفريق الموسم الفارط وتقريبا كان فما فراغ كبير، الملاعبيه حسيتهم في الرينيون اللي صارت كيما قلت لك معناتها، الرؤساء القدامى سي عثمان وسي حامد هما اللي جاوا وعملوا رينيون باللاعبين، كانوا موجودين اللاعبين القدامى، من بعد في سيونس دونترينون بصراحه ما شاء الله معناتها ما شاء الله لاعبين عندهم رغبه كبيره برشا، نعطيك اكزامبل صغير اللاعبين اللي جاوا من المنتخب الاواسط ومعناتها ما عندهمش حتى 3-4 ايام راحه، حبيت نزيدهم راحه البارح، ايزون انسيستي باش ما ياخذوش الراحه وباش يدخلوا يترناو مع 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 اصحابهم، وهذه بصراحه مؤشرات ايجابيه، علاش قلت لك فما برشا حاجات ايجابيه سلام اللي تبشر بكل خير ان شاء الله وتبشر باش الفريق نتاعنا يرجع للاشعاع نتاعو ان شاء الله. سينو لي كادر نتاع الفريق بلبولي والشيخاوي مواصلين مع في الموسم القادم. اي ان شاء الله، مساكني موجود، الشيخاوي موجود، عليا البريقي موجود. عليا يرجعوا اوفيسيلمون ولا يترينوا برا؟ عليا يترينا ان شاء الله في ديسمبر يولي نجم يدخل معنا بحول الله. واضح. كيف وضعية عزيز الشتاوي كيف؟ والله موجودين كلهم يترناو، سلام عندنا مجموعة كبيرة تقريبا عندنا 46 لاعب قاعدين يتدربوا توا على ذمة الإطار الفني برشا، أكيد في الأسبوع هذا باش نحاولوا نقصوا منهم، الأسبوع اللي من بعده كيف باش نحاولوا نقصوا منهم، لكن ما حبيتش نقص، حبيت نعطي شونس للناس الكل، صحيح نعرفهم تقريبا 90% من اللاعبين، فما بعض اللاعبين الآخرين اللي ما نعرفهمش، حبيت نعطي شونس للناس الكل. ومن بعد قبل ما نمشيو للستاج نتاعنا ان شاء الله لو 31 حمام بورقيب نخلي ليفكتيف اللي حاشتنا به ان شاء الله واللي باش ندخلوا نبداو به الموسم نتاعنا. واضح. يعطيك الصحة بالتوفيق ان شاء الله كوتش، بعد شوية باش تكون ندوة صحافية لتقديم ستاف تكنيك هكا ولا؟ الخمسة ان شاء الله عندنا كونفيرونس دو بريس. بالتوفيق ان شاء الله في مهمتك الجديدة، اكيد مهمة صعيبة لكن اكيد قدها محمد المكشف بالنجاحات اللي حققتها طيلة مسيرتك إلى حد الآن. موزيكا الأخبار وبعد مكملين في البلاي حتى الخمسة ونص.